وانت بتتكلم قلت لي اول 3 ماتشات ما كنتش موجود او بتلعب بشكل اساسي، لكن الكابتن احمد سامي كان بيقعد معاك وبيتكلم معاك وبيديك ثقه علشان الفتره اللي بعديها. شايف الكابتن احمد سامي ثقته الكبيره دي برغم انك كنت اول 3 مباريات ما كنتش بتشارك فيها، شايف الثقه الكبيره اللي الكابتن احمد سامي ادها لك كانت شكلها ازاي؟ لو بيسالني كمان وجهه نظر لاعب انا اكيد مش هفهم وجهه النظر، بس كابتن احمد هو كان شايف ان انا لسه الموضوع بالنسبه لي مع التيم لسه الانسجام ما قربش شويه ولازم برضو هو شايف ان انا كان لازم اطول يعني فتره اطول في التمرين ان انا انسجم مع اللعيبه اكتر وكده. فانا طبعا فهمت وجهه النظر وفهمت ان اكيد كابتن احمد هو ادرى. فبعد الفتره دي الحمد لله بعد ما عدينا ال4 ماتشات وبدات العب مع التيم انا حسيت ان انا قريب من اللعيبه اكتر. فده ساعدني بشكل كبير جدا يعني. كويس. دي اول سنه دوري ممتاز. اول سنه دوري ممتاز. اول سنه دوري ممتاز. توقعت النجاح الكبير؟ ما شاء الله احنا بنتكلم في 10 اهداف في الدوري الممتاز، رقم كبير طبعا في اول سنه. كمان الاداء لفت الانظار كلها ما شاء الله، كمان في الماتشات الكبيره حتى لما بنتكلم في مباراه امام النادي الاهلي احمد عبد القادر برضو ظهر بشكل ما شاء الله مميز. الحمد لله طبعا ده توفيق من ربنا اول حاجه. والسيزون اللي فات يمكن انا وانا موجود في قبل ما اطلع على طول في النادي كنت متوقع ان انا ممكن الحمد لله يعني على حسب ايماني بقدراتي ان انا ممكن اعمل سيزون كويس. والحمد لله يعني التوفيق كان معايا والحمد لله قدرت ان انا اطلع فعلا بالموسم ده. واهم طبعا من ده كله ان الاستمراريه تبقى موجوده، يعني اهم حاجه الاستمراريه ان شاء الله يعني. ان شاء الله.